كل التوفيق للنادي الاهلي داخل فيه منافسه قويه جدا وتصويت على جائزه افضل نادي في القرن ال21. الحمد لله النادي الاهلي في التصويت الجمهور قايم على اكمل وجه بدور قوي جدا للتصويت للنادي الاهلي. لكن النهارده في مباريات مثيره وقويه في الجوله الاخيره من مباريات دوري ابطال اوروبا. نبدا مع بعض في مباراتين الساعه 8 الا 5. زينيت سان بيترسبرج الروسي هيلعب مع بروسيا دورتموند الالماني، ولاتسيو الايطالي هيلعب مع كلوب بروج البلجيكي. لكن الساعة 10 مساء في 6 مباريات في توقيت واحد. تشيلسي الإنجليزي مع كراسنودار، رين مع إشبيلية، برشلونة مع يوفنتوس، ودي أقوى مباراة اليوم بالتأكيد كل الأنظار عليها، برشلونة بقيادة ميسي أمام كريستيانو رونالدو مع اليوفي. دينامو كييف هيلعب مع فرانك فروزي، وباريس سان جيرمان مع باشك شهير، وفي الختام مباراة لايبزيج مع مانشستر يونايتد. الجولة الأخيرة جولة الحسم والمصير للتأهل الأدوار التالية في دوري أبطال أوروبا. ولكن بعد الفاصل عندنا تفاصيل كثيرة، ولكن في فقرة ترند الترند بالتأكيد كلام يهم جمهور النادي الأهلي، وأيضا كمان كلام متعلق بالمرحلة القادمة محليا وإفريقيا.